هي ابني جيجي يلا اقعد، احنا محتاجين اكل والاكل بالبيت عندنا خلص. اهلا امي صباح الخير. امي صباح الخير. بس يا امي انت دائما تقعديني من الصبح تقولي روح للغابه وصيد، انا بصراحه مليت، اريد اصير مثل اصدقائي البقيه، كلهم يروحون يشترون من الاسواق بس انا الوحيد اللي اصيد. هي ابني انت ما تعرف احنا كلش فقراء والدهماد اللي عندي خلص، حتى انا كبرت وما اقدر اشتغل، هذا الشيء كل الصعب. شنو؟ هي افتح الباب افتح الباب. هاي من اوجه اوكي احتمالها هي رانيا. جيجي هلا وجي صباح الخير. اهلا اهلا. هيا صباح خير، انت ما تعرفين ايش صار بي، انا لازم من الصبح اروح واصيد سمك، بس بصراحه انا مليت، امي دائما تدزني تقول لي جيجي روح للغابه وصيد، بس ايش وقت راح ينتهي هذا الشيء؟ انا ما اريد بعد اصيد. شنو؟ هي جيجي إذا أنت سمعت كلامي راح ينتهي هذا الشيء. شنو اسمع كلامك؟ هي رانيا أصلا شنو راح اسمع كلامك؟ أنت فقيرة مثلي، شنو الفرق يعني؟ شوف اسمع جيجي، أنت ما تعرفون على شنو عثرت. شنو؟ هي رانيا عثرتي على كنز مال دايموند. شنو كنز؟ وكنز قاعد أحكي وياك؟ شوف اسمع، أنت ما تعرف ذول البنت دكتور الأشرار عندهم دايموند، هم قدروا يجمعون دايموندات كلش هواية، تقريبا 1000 دايموند كلها دمجوها وصارت دايموند وحده كلش غاليه، حتى هم محاصرين بمكان وحاطين حولها لافو كل شويه وقاعد يحموها. شنو تخزين الفندكتور من هجموا على قريتنا قبل شهر، اخذوا الدايموند كله وجمعوا بدايموند واحد. طبعا طبعا، بس هي اسمعني، هذا الدايموند اذا احنا اخذناها راح نصير كلش اغنياء، لان هاي الدايموند يعني تقريبا تعادل يمكن 1000 ما اعرف 2000 جيجي هاي كلش هواي. بس رانيا اكيد هذول الفندكتور الاشرار اكيد هسه حامين هاي الدايموند ومستحيل ينطوها لاي احد. اي طبعا طبعا اكيد هذا الشيء، بس احنا لازم نصير اقوياء ونروح وناخذ منهم هاي الدايموند. شنو؟ هي رانيا انت نوبه، انت ما تعرفين من اجوا على القريه مالتنا كل الناس هربوا اصلا يخافون من الفندكتور، شلون تريدين اني اجن قاتلهم ونرجع هاي الدايموند؟ هي جيجي لا اتوافق انه كل حياتنا نعيش فقراء، احنا لازم نتغير، احنا ما صرنا بقهيج. نتغير؟ بس شلون راح نتغير؟ بصراحه انا مستحيل اقدر اقاتل كل دول الفندكتور حتى ارجع هاي الدايموند. بس ها هي رانيا احنا ليش ما نحاول ناخذها منهم بدون ما نقاتلهم؟ شنو ناخذها منهم؟ هي جيجي قاعد اقول لك محاوطه بكل مكان، شلون تاخذها؟ بس بالبدايه انا اريد اشوفها، شلون ممكن اشوف هاي الدايموند؟ اوكي شلون شلون؟ يلا فكروني فكري فكري. جيجي عرفت الحل. هي شنو هذا الحل؟ تقصدي يعني شلون راح نروح؟ جيجي قاعد شوف هناك شنو موجود، هيا يلا شوف شوف. هاي الطياره مال هذا الرجال الساكن هنا، بس ليش قاعد تشري على الطياره؟ شوف اسمع جيجي، اني راح اخذك بهذه الطياره وراح اشوفك هذه الدايموند الغاليه، هذه الدايموند الاسطوريه. بس هي رانيا او شي انتظري، انت بايسكل ما تعرفين تسوقين، شلون راح تسوقين طياره؟ ها جيجي شو انت قاعد تحكي علي؟ هي ما صحت تحكي. اي انا ما قاعد احكي عليك، بصراحه الطياره نعرف شيء صعب، يحتاج انه واحد يتعلم سنه او سنتين يلا يقدر يسوق طياره. بس جيجي انا شفت بالتلفزيون اكو واحد طيار قاعد يسوق وعرفت هو شو يضغط، اوكي يضغط لبرات وبعد يضغط دقمه، صدقني راح اقدر اطير هاي الطياره. شنو؟ بس بصراحه الطياره عملاقه بها محركات اثنين، متى اقدر تعرفين تسوقيها؟ اوكي اوكي راح اضغط هنا. هي جيجي اطمئن اطمئن، مطر وياك رانيا، انت ما راح يصير بيك اي شيء. هي رانيا بصراحه انا كلش خايف، اتمنى اني ما اسقط بالطياره. اي راح احاول اشغلها، بس هي جيجي ما اعرف اشغلها، هاي ما عم ايش قاعد يصير. شنو ما تعرفين؟ لحظه شلون تجون تسوقون الطياره؟ جيجي انا شغلتها شغلتها. اي اوكي تعي تعي انت سوقي، انا بصراحه راح اقعد لي ورا، انا ما مجرب اسوق هاي الطياره. اوكي اوكي جيجي راح اصعد بالبدايه انا وانت تعال وراي. اوكي رانيا يلا حاولي تنطلقين. واحد اثنين ثلاثه يلا طير يا طياره. جيجي ليش قاعد تمشي بطيء؟ هي احتاج تدوسين السرعه، لازم تدوسين السرعه. اوكي اوكي هسه انضغطت السرعه. هي رانيا هي ايش قاعد تسوين؟ هي جيجي يمكن ما اعرف السوق، هالطياره كل الصعبه. شنو الطياره كل الصعبه؟ هي انزلي انزلي، والله انا راح اجرب اسوق، بس انا ما اعرف انت تندلي المكان او لا. طبعا طبعا جيجي اكيد انا ندله وراح ادليك على المكان. اوكي اعتقد هيجي تفتر الطياره، بعدين يا جيجي اعتقد لازم اضغط هيجي. واو هي انا عرفت. هي جيجي صعدي فوق، هي صعد هي وين الفوق؟ واو
والله عرفت اطير بهاي الطياره. بس هيجي هلا ايش قاعد تفرني؟ هي انتبه انتبه. هي هي انا قاعد افر هيجي حتى اوجه الطياره صحيح وبعدين هيك احدلها. تتذكر هذا المكان اللي بيه مقبره هو صار ورا ورا مكان المقبره؟ اوكي انت متاكده انه الفندكتور موجود بهذا المكان؟ طبعا حتى صار ورا جهه السجن، ومذا طلعنا قبل اكيد راح نوصل لهم. اوكي خلينا نشوف، اعتقد هاي المقبره موجوده هنا. هيجي هم ورا ورا. بس انتبه انتبه هسه راح تشوف لافا. هسه احنا وصلنا. شنو هاي لافا؟ حيل هاي شقد اكو فندكتور هنا. طبعا جيجي هم دول اصلا قاعد يحموها، مو بس هاي حتى اكو دروع من الاميرالد، يمكن او احتمال مو اميرالد او احتمال حجر نادر. شنو حجر نادر؟ هاي انت متقدرانية؟ بس واو هسه انا رجعت لنفس هذا المكان. بس هيجي انتبه انتبه، والله احتمال اذا سقطنا راح نسقط بوجهنا باللافا. هاي هاي لا تخافين انا سائق محترف. اجيجي هسه خبرتني انت اصلا ما تعرف شلون ملك سائق محترف. بصراحه انا توقعتي على مثل اللعبه، طلعت صحيح هاي الطياره مثل اللعبه. اجيجي كلش حلو، ايش تصعد مكان كلش عالي. انا عجبتني. بس بصراحه الثاني عرفت ان ذول الفندكتور موجودين هنا وقاعد يحمون هاي الدايموندي. هسه لازم نرجع ونخطط شو ممكن نسترجعها. اوكي جيجي لازم ترجع الطياره نفس مكانها. هي انتبه انتبه. يس احنا رجعنا الطيارة. يلا يا جيجي اقفز على السريع. هي اسمع رانيا، والله اذا عرف انه هذا اخذنا الطيارة مالتي راح ينتقم مني. طبعا جيجي واحتمال حتى راح يخبر الشرطة. بس هي جيجي احنا ايش راح نسوي؟ شفت هذه الدايموند؟ هذه الدايموند اسطورية. اسمع رانيا احنا اذا نريد ناخذ هاي الدايموند لازم نقاتل كل ذول الفندكتور. بصراحة راح تكون مهمة صعبة. بس رانيا مو بس نقضي على الفندكتور، لازم نشوف طريقة حتى نقدر نعبر. شفتي اكو مكان يعني حتى الطياره لو نريد نطير ما نقدر ننزل بهذا المربع الصغير. جيجي احتمال راح نخطا ونسقط باللافا، والله هذا الشيء كلش خطر. هي اذا اكيد ما نقدر نعبر بالطياره، اذا لازم نشوف لنا طريقه شلون بالبدايه راح ناخذ نقضي على ذول الفندكتور وشلون نعبر اللافا حتى ناخذ هاي الدايموند. بس هي اسمعي يمكن انا عندي فكره. اوكي اذا رحنا على هذا الشخص اللي يصنع سيارات احتمال راح اقدر اخذ من عنده المعدات حتى اسوي الشيء اللي اريده. جيجي شنو ما قاعد افهمك، يعني شنو قصدك؟ اوكي بصراحه هسه هو المحل مالته مسدود، اذا قدرنا ندخل المحل مالته واخذنا منه الاغراض راح نقدر نصنع سياره، عن طريق هاي السياره راح نقاتل ذول الفندكتور. شنو عن طريق السياره؟ بس هي جيجي ليش انت ما قاعد تشوف؟ انت ما رحت هناك مو شفت اكو لافا؟ وين اكو سياره تمشي باللافا؟ هي اسمعي انا ما اقصد نعبر اللافا، اقصد بالبدايه لازم نقضي على الفندكتور. بس أنا عندي فكرة أسطورية، لأن بصراحة إذا قاتلنا الفندكتور وجه بوجه راح يهجمون علينا وراح يتخلصون مني. بس إذا صنعت هاي السيارة راح نظل نمشي سريع وراح نقضي عليهم بدون ما يقدرون. جيجي هسه انا عرفت، يعني قصدك مثل لعبه القتال، يعني واحد يسوق وواحد يشيل سلاح وهو يقاتلهم. اي صحيح، بس لازم نروح على السريع هذا المكان. يلا اركضي. يس احنا وصلنا لهذا المكان. هي اسمع رانيا هسه بعد هو ما موجود راح نقدر ندخل ونصنع لنا سياره. جيجي شو راح تقدر تصنع؟ معقول احتمال يكون هذا الشيء كل الصعب؟ هي هي هذا الشيء مو صعب، انا بصراحه اقدر اصنع اي شيء. بالبدايه لازم اجيب هاي الماكينه وخليها هنا، من بعدها راح اجيب الاشياء اللي احتاجها. اوكي جيجي بس شنو الاشياء اللي احتاجها؟ انا كلش تحمست. اوكي بالبدايه راح اصنع من هذا واجيب تايرات حتى راح اجيب هذا المحرك. هي رانيا شوفي انا ايش راح اصنع. اوكي اوكي جيجي هاي سياره. اوكي وبعدها؟ اوكي هي رانيا هسه انا قاعد اخلي بس هي يمكن هذا خطأ. اوكي هي هي انا ما احتاج هذا، لازم ارجع عيد واخذ تايرات جديدة. بصراحة هذا التاير كلش صغير. يس انا رجعت من جديد. يلا يا جيجي بالبداية خلي بدن السيارة بعدين راح استخدم. هي رانيا شو رأيك اذا استخدمت هذا التاير؟ اوكي اوكي جيجي هذا التاير حلو. اوكي بعدين راح استخدم هذا. هي اوكي هسه صحيح بعدين هذا. واو بقى بس المحرك، اجيب هذا المحرك واستخدمه هنا. اوكي اوكي هاي جيجي يعني اشتغلت مو صحيح؟ يعتقد انه اشتغلت. واو والله مبين عليه سريع.
صح جيجي، هذا كل السريع حتى انا كوش عجبتني. هيراني بس انتظري بصراحه انا لازم اوكي هذا بيها مقعد واحد. انت وين راح تصعدين؟ هي جيجي اشلب هنا. هي ما يصير. يعشو قصدك ما افتهمت. اوكي هسه لازم اشوف اذا اكو شيء ممكن نركبه. اعتقد هذا موجود. اوكي اعتقد اقدر اركبه هنا بس ما متاكد. واو والله قدرت اركبه. اوكي اوكي لا جيجي يلا سوق السياره سوق. هيراني اصعد يصعد هنا. اوكي اوكي جيجي انا قاعده احاول اصعد بس يمكن هذا ما يصير. ما يصير. هي ليش ما يصير؟ بالعكس يصير هنا. اوكي راح احاول اصعد. يلا اصعدي رانيا يلا اصعدي. اوكي هي رانيا والله صنعنا هاي السياره. اوكي بس انت ناصرتي على الكرسي. بس هي جيجي افرض مثلا انت قاعد تمشي سريع فجاه هذا الكرسي يبتعد عنك ويصير بمكان بعيد. هي رانيا لا تخافين انا متاكد ما راح يبتعد بس واو والله هاي السياره سريعه. بس هي جيجي انا عندي سلاح بالبيت شو رايك لو اجيب هذا السلاح حتى بعد اروح لهذا المكان. اوكي رانيا يلا جيبي السلاح مالتك حتى نروح نقضي على ذول الفندكتور. يس احنا تقربنا عليهم. هي رانيا بصراحه انا اخاف انه ما تعرفين تقضين عليهم اذا تريدين انت سوقي واني اخذ السلاح. شنو قصدك انه انا اسوق؟ اوكي اوكي جيجي انا عندي هذا السلاح وهذا السلاح. بس جيجي هذا انا محتفظه بيه من قبل. دير بالك الضيعه. واو والله هي اسلحه قويه احتمال راح اقدر اقضي عليهم. بعد يلا اوكي جيجي يلا صعد صعد. اوكي هسه راح اصعد. بعدين هيرون يلا انطلقي تقربي عليهم. اوكي جيجي صرت قربت بس جيجي انا خاف اقفز بالله بالغلط. هي 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 انت يا بنت دكتور انا راح اقضي عليكم. هيرون هذول تقربوا علي. هي هي والله هذا خلاص هذا السلاح لازم استخدم هذا الثاني. هي جيجي هذول كلهم قاعد يركضوا وراني. والله هذا الشيء صار كلش خطر. هي رانيا انا قاعد اقضي عليهم. بس هي سوقي علي كيف انا ما قاعد اقدر اصور. اوكي اوكي جيجي احسن ما يدمجوك اذا دمجوك والله جوا علينا. هي جيجي انطلق انطلق على السرع رانيا. اوكي اوكي راح انطلق بسرعه والله هذا الشيء كلش مرعب. هي انت رانيا انت جبتيه ذخيره مو صحيح. اي طبعا طبعا جيجي بس بداخل نبتعد حتى يمشي انه ما يقضون علينا وبعدها احطك العتاد. يلا تعال. هي جيجي هسه انطتك هذا العتاد وانطتك السلاح هسه اجى الوقت انه تروح وتقاتلها. هي رانيا انتظري بصراحه انت ليش انتظام هذا السلاح؟ واو والله هذا السلاح اسطوري. هي جيجي والله بدهم يركضوا وراني. هي انتبهي. هي رانيا انتظري. اوكي لازم اقضي عليهم. هي بس دول ما قاعد يموتوا لابد. هي هي حرام ما تتمنى لو اقدر ادعمهم جوز خلصت منهم. بس هي جيجي اوكي راح ابطئ حتى تقضي عليهم كلهم. هي رانيا اوكي هي راح اموتوني. هي جيجي لا تريدني اهرب. هي اهربي اهربي. اوكي هسا اوقف في مكانك. يلا يا جيجي هي راني اهربي اهربي. اوكي اوكي جيجي هسا انا هربت. اوكي والله راح اقضي اليوم عليهم. هي راني ذول ليش ما قاعد يخلصون ابد؟ هي جيجي اوكي راح احاول اراوغهم وراح اجهرب من هالجهه. جيجي هسا هم ما شوي يبتعدوا. هي هي ذول راح يتقربون. هي انت ما قاعد تشوفين ابد. اوكي اوكي جيجي انا اصلا قاعده اسوق ومركزه بالسياقه. اوكي واو والله راح يخلصون. جيجي اوكي هي انا راح انزل. هي اوكي ايش قاعد اشوف؟ والله ما كي احد. يلا يا جيجي بسرعه. هي جيجي انتبه انتبه اكو هناك موجودين. اوكي انا اعرف موجودين هنا. يلا يا جيجي اوكي واو بقى ايش قد عندنا لازم اقضي عليهم حتى وراها نقدر ناخذ هاي الدايموند. اوكي اوكي جيجي انا راح احاول اصب كم واحد. هيا اشار احنا راح نقضي عليكم. اوكي واو والله قضيت عليهم. هي رانيا قدرنا نقضي عليهم. بس هسه شلون راح نعبر؟ اوكي ايش قاعد اشوف؟ جيجي بابا بابا شوف الدروع الاسطوريه الموجوده وهذا هنا الدايموند. هذا الشيء كلش حلو. بس رانيا انت فكرتي شو ممكن نعبر؟ بصراحه هذا الشيء كلش صعب يعني حتى لو جينا بطياره ما راح نقدر نعبر. اوكي جيجي انا جتني فكره ببالي. شنو رايك لو اشيلك جيجي حتى بعدها يعني اذا شلتك اني راح اقدر اشمرك هنا. هي شلون يعني قصدك تشيليني؟ هي جيجي راح احاول اشيلك بس ما اعرف جيجي احتمال تثقيل وما اقدر حتى اشيلك. هي هي اسمعي. هي 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 اتركيني. والله انت شريره. هي لا تشمريني باللافه. جيجي اقدر اشمرك هناك على الدايموند احتمال توصل واحتمال لا. هي هي مستحيل اقدر اوصل بصراحه الدايموند بعيده. هي نزلي خلينا انزل. جيجي لا ايش راح نسوي؟ اوكي انا قاعد افكر شو ممكن اعبر. هي
والله أنا عرفت. شو جيجي؟ شنو عرفت؟ هاي رانيا، إذا صنعنا شلون صنعنا هاي السيارة؟ إذا صنعنا سيارة ما السباق وسوينا لها مثل طريق هيك الصعود وجينا سريع أكيد راح نقفز وراح نوصل. شنو؟ هاي جيجي هاي فكرة أسطورية. أوكي إذا رانيا لازم نصنعنا سيارة على السريع، يلا تعاي. يس احنا رجعنا. اوكي جبت هاي الاغراض اللي احتاجها حتى اصنع سيارة. اتمنى انه اقدر اعبر هذا المكان ولو بصراحة هو مكان بعيد، بس ما اعرف هل راح تنجح الخطة مالتي او لا. هاي جيجي انا ما اعرف، احتمال راح تكون هاي بيها مجازفة، لان تعرف اذا سقطنا بالغلط راح نوقع باللافة. اوكي صحيح، بس بالبداية جيجي احتاج اجيب هذا وبعدين جبت هذا البدل السيارة، هذا ما السباق. بس جيجي شلون جبت هاي السيارة؟ والله هذا اذا صاحب هذا صاحب الجراج راح يعرف هذا الشيء، كل شيء راح يضوج. يضوج؟ هي اصلا احنا راح نرجع لها كل اغراضه، احنا اصلا ما راح ناخذه منه. اوكي بعدين راح اجيب المحرك. واو والله صارت سياره اسطوريه. بس هي جيجي اربط لي كرسي انا بالاخير. هي كرسي بصراحه يمكن ما عندي كرسي، ما اعرف وين الكرسي ذاك. هي جيجي اوكي هسه راح اشوف بكي موجود بغراضي. اوكي بس بالبدايه جيجي هسه انا صنعت السياره، خلي اجربها بالبدايه. اوكي بصراحه هي مو كلش سريعه. بس اوكي احتمال راح تفيدني انه اقدر اعبر هاي اللافة. بس هي جيجي انتظر هي انتظراني. اوكي بالبداية جيجي احتاج اوقف وين السيارة بالضبط. اوكي بهذا المكان بعدين راح انزل. واركض يا جيجي اركض. هي راني انا جعت، انت عندك لحم؟ اي طبعا طبعا. اوكي بس بداية عرفت هي جيجي باشنو راح اجيب. اوكي بالبداية جيجي تحتاج نجيب بلوكات هنا. اوكي راح اخلي بالضبط هيجي. بعد لازم اسوي طريق حتى اقدر اعبر هالمسافة. بعدين هيجي. اوكي هيجي يا جيجي. بصراحة راح تصير قفزة اسطورية، بس ما اعرف راح تنجح هالخطة او لا، بس واني كلش متحمس، انا لازم اعبر لهذا الدايموند. هاي جيجي انت مريت مني اكل، هاي تفضل هذا الاكل، بس مو بس هاي، حتى جبت لك تفاح وجبت هذا الكرسي. هيرانية والله انت اسطورية، جبتي لي كل هالاشياء اللي اريدها. اي طبعا جيجي، بس هاي شنو جيجي؟ هذا ايش راح يسوي؟ اوكي انت ما تعرفين اصلا ايش قاعد اخطط. يلا يا جيجي اصعد بعد هنا، لازم يكون هذا اعلى. اوكي وهذا بعد اعلى. يس صحيح. اوكي اعتقد هسه بعد هنا. هنا يا جيجي والله راح تصير قفزة اسطورية. هي راني ابتعدي ابتعدي. اوكي جيجي انا قاعد اشوف، بس بعد ايش راح اسوي؟ اوكي بعيراني شنو سويت؟ واو هي جيجي هذا شيء كلش حلو. بصراحة أنا بحياتي ما مسوي شيء، إنه ما أعرف هل راح أقدر إنه هذا الشيء يخليني أقفز مسافة بعيدة وأقدر أوصل لهذا الدايموند. بس والله جيجي هذا الشيء كلش خطر، يعني ما أعرف احتمال راح تمشي سرعة كلش بعيدة وبعد تقفز وإذا وقعت باللافة. إي بصراحة إذا وقعت هي رانية أنا ما أعرف، بس بداية خلي آكل، لازم أشبع أكل حتى إذا وقع باللافة أقدر أركض على السريع. بس هيجي أوكي إذا تريد راح أعطيك هذه جولدن أبل، هاي راح تفيدك. أوكي انطيني جولدن أبل. بس رانية أعتقد هذا الكرسي ما يتركب هنا. أوكي بس خل أشوف وين الكرسي، ما أعرف إذا راح يتركب. هي صحيح رانية كل زين. لا عاد يلا اوكي جيجي هسه انا راح شنو هي جيجي قعد تقعد. اوكي هسه انا مستعد. هي رانية انت مستعده؟ طبعا طبعا يلا جيجي انطلق. هي واحد اثنين ثلاثه. هي رانية تحضر راح نقفز. جيجي انا اخاف راح اغمض عيني. هي لا تخافين. والله قدرنا نعبر. هي جيجي انا مو مصدقه شو اجينا بهذا المكان بالضبط، والله هذا الشيء كلش حلو، بس اوكي هسه اجى الوقت انه اخذ هاي الدروع لي. هي رانية هي انتظري انا ما اريد اخذ هاي الدروع. والله هي احسن دروع بالعالم. هسه انا اخذتها. هي بعد يا جيجي. اوكي واو صارت عندي دروع اسطوريه. اوكي جيجي انا بنفس الشيء راح البس هذا الدرع وراح البس هذا الدرع. هي جيجي شوفني. اوكي بس رانية هسه جا هذا الوقت الدايموند، لازم ناخذ هاي الدايموند. هي جيجي ابتعد هاي الدايموند لي انا راح اخذها. هي والله اذا اخذتيها راح اقضي عليك بالسيف. هي انطيني هاي انا ريتي. هي جيجي هاي راح نشارك بها نيوك، هاي مو بس لي. اوكي مي خلف رانية، اصل اذا نبيعها راح نربح 1000 دايموند، يعني 500 دايموند لي و500 دايموند لك. هاي رانية هسه احنا اخذنا الدروع واخذنا الدايموند، بس هسه شلون راح نخرج؟ اها
شو رح نخرج؟ نرجع من نفس الطريق. نفس الطريق؟ هي القفزة بس من ذاك الاتجاه، منا ماكو. ها؟ شنو؟ يعني جيجي انت جبتنا هنا وتقول ماكو قفزة؟ اكيد رح نحبس هنا. ننحبس؟ بس يا جيجي لازم تفكر بطريقة. صح شو رح نهرب؟ اوكي خل نشوف قد عندي بلوكات، ما اعرف، بس احنا هاي السيارة نحتاجها، احنا لازم نرجعها. اي طبعا طبعا، اصلا هذه مو سيارتنا، ما يصير حتى نبقي هنا. بس جيجي يعني شو قصدك؟ هي بصراحة أنا ما أعرف، هي راني ماكو أي طريق للخروج. شنو؟ يعني إحنا رح نبقى هنا ما حد يساعدنا. واساني كلش ضايج، أنا عرفت ذولا جيجي وراني أخذوا من عندي الأدوات مالتي، بس أنا مستحيل أسكت عليهم، أنا رح أتبعهم، ما أعرف وين هربوا، أخذوا مالتي الأدوات لصنع بيها السيارات. سنعرف شلون راح اقدر اوصل لهم حتى لو يهربون، انا عندي هاي الطياره اكيد راح اقدر الاحقهم. يلا يا طياره حان الوقت ان تشتغلين على السريع، لازم نبحث عنهم حتى اقضي عليهم مثل ما اخذوا الاغراض مالتي. بس وين راح اشوفهم؟ ما اعرف وين، باي مكان، احتمال يكونون خارج القريه، بس هم يقدرون يبتعدون اصلا، اكيد راح اشوفهم انا بهاي الطياره. هاي يا جيجو يا رانية، هاي انتو وين؟ انا اكيد راح اقضي عليكم. بس ما قاعد اشوف اي احد هنا، معقول يكون هربوا من القرية؟ هاي ايش قاعد اشوف؟ هاي من هنا موجود داخل اللافة سيارتي، اي صحيح هاي سيارات مالتي. هاي ساعدني ارجوك ساعدني، يريدون مني مساعدة، بس انا اعرف شو راح اسوي بيهم، بالبداية لازم انزل يمهم حتى اخذ هاي السيارة مالتي. هي اسمعني، ما جيت حتى انقذكم، انا جيت حتى اخذ السيارة مالتي. اوكي هي تعال هنا اكو مكان تقدر تنزل. يلا هسه راح اتقرب، هسه راح انزل. يلا اوكي، هي واخيرا سيارتي ما راحت. هي اسمعوني، انتوا اللي سرقتوا الاغراض مالتي. ارجوك سامحنا، احنا مو قصدنا، احنا قصدنا بس ناخذها ونرجعها اليك. شنو راح ترجعون سيارتي؟ بس انا لازم اعاقبكم، بس ليش لا موجودين؟ هاي اسمعني، احنا لقينا هنا دروع كلش حلوه، ولقينا دايموند الفلي هذا اجينا واخذناه. اوكي بس شوفوا اسمعوني، انتوا اخذتوا هاي السياره مالتي، انا لازم اخذ منكم دايموند. اوكي ماكو مشكله، اكيد احنا حطك دايموند، بس اهم شنو تخلينا نخرج من هذا المكان، هذا المكان كلش مرعب. هي صحيح، هي ارجوك ساعدنا، خلينا نخرج من هذا المكان. هي اوكي اذا تعطوني دايموند انا راح اساعدكم، يلا تعالوا اصعدوا بالطياره. يلا جيجي لا تستعجل. يس انا رجعت للبيت، بس واو انا كلش فرحان لين قدرت احصل على هاي الدايموند، حتى مو بس هاي، اشتريت الطياره مال هذا الشخص اللي صنع سيارات. هي جيجي بس شوف اسمعني، هسه ايش قد بقى عندنا دايموند؟ هي اسمعي رانيه، بصراحه هاي الدايموند تقريبا سعرها 1000 دايموند، هسه نقدر نبيعها وناخذ 1000 دايموند، لين بصراحه هذا اللي صنع سيارات قال لي ابيع لك هاي الطياره ب 50 دايموند، بس انا عادي قلت له راح اشتريها. كل زين، بس هيجي مو تنساني دائما، تعال خذني وياك، انا احب الجوله بالطياره. اي طبعا بصراحه احنا صرنا كلش اغنياء، هسه اجى الوقت نشتري بيت جديد. ولنا حبايبي وصلنا نهايه الفيديو، اذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناه، نلتقي بفيديو جديد، مع السلامه.